طيب في الفترة اللي فاتت برضو مهم جدا ان انا اسأل حضرتك، ورأي حضرتك مهم جدا، ورد حضرتك مهم جدا. الناس كلها افتكرت في الفترة اللي فاتت ان ارتباط كابتن نادر السيد اسمه بلجنة إعلامية في النادي الأهلي، عايزين مدى صحة القصة دي، لأن الناس هاممها جدا تعرف مدى صحة القصة دي. لا الوقت ده كان 2007 2008 معايا، وقت ما الاي ار تي جم اخذوا حقوق اداره الاهلي، وكان وقتها كان رئيس مجلس اداره الاستاذ مصطفى جمعه، وانا قلت الكلام ده قبل كده، وبالمناسبه هو راجل زملكاوي جدا جدا جدا، فعمل اداره ل يعني كان لازم يكون في اداره مسؤوله عن القناه معايا. فانا جيت جم مجلس اداره الاي ار تي ومجلس اداره النادي الاهلي وقتها اختاروني ليه ان انا اكون مدير للشركه او للقناه بمعنى صح، يعني القناه كان ليها مدير فني وانا كنت موجود في شركه الاهلي التاج الاعلامي عشان الاثنين مع بعض، كان ده 2007. طب ردك بقى على الموضوع الرائج دلوقتي ده، شائعه من الشائعات، شائعة حد طبعًا قالها طبعًا والموضوع طبعا طبعا طبعا، هو اتقالت مع اعتقد المهندس عبد القيه قالها، وقال ان انا كان المفروض انا اللي اكون موجود، فانا حتى رديت بعديها بفتره طويله جدا، احترمه جدا واقدره كراجل كبير وراجل محترم جدا، انما انا مش ذنبي، ما تلومنيش انا شخصيا، لوم اداره الاي ار تي ولوم وقتها يعني. بس هو كان لكن بيقول الفتره الاخيره دي، انا حابب حضرتك ترد في لا لا الفتره لا دي، ما فيش حاجه خالص، الكلام اللي هو قاله ده بيتكلم عن حاجه سابقه، لا ما فيش حاجه اكيد خالص مش حاجه حاليا، ان كابتن نادر لا هو هيبقى بيتكلم موجود على في حاجه نادي الاهلي وهيبقى ضيفنا هنا في قناه الزمالك، الموضوع هيبقى صعب قوي يعني، اكيد لا لا مش لا هيبقى متقبل. والله يا بص يا احمد، يعني الحقيقه يعني انا بس برضو بشيء يذكر، اتفضل، لان الجماهير في مصر بشكل عام وخاصه في الاهلي والزمالك اول حاجه بيسالها للاعب معايا اللي بيلعب في الزمالك او اللي بيلعب في الاهلي، انت اهلاوي او انت زملكاوي معايا؟ انا الحقيقه يعني انا عايز اغير، انا عايز بحاول ان انا اغير المفهوم ده تماما، لانك انت قبل ما يعني ما تقدرش تقول لي مثلا ان كل لعيبه الاهلي اهلاويه او كل لعيبه الزمالك زملكاويه، تمام؟ فانت يهمك جدا كجمهور ان اللاعب اللي موجود ده مخلص جدا، بيطلع اقصى حاجه عنده، بينتمي للنادي بمجهوده وبتركيزه بالتزامه، فانما اللي يطلق عليه او اللي يتقال عليه اهلاوي او زملكاوي هو الجمهور بس فقط لا غير.